أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين الرئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين بفضل رؤية جلالة الملك المفدى الحكيمة وتوجيهات جلالته السامية وضعت ضمن أولوياتها استيعاب ابتكارات العصر الحديث وإدماج أرقى النظم الرقمية من أجل ترسيخ خطى التقدم لمسار العمل الوطني. نعم، أكدت معاليها الحاجة لتكثيف الجهود من أجل تقييم مدى ترجمة الرؤى الملكية المباركة سواء على مستويات التصورات أو البرامج التطبيقية والمتعلقة بتوجيهات جلالة الملك المفدى بوضع خطة وطنية شاملة تؤمن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية من خلال وضع الأنظمة اللازمة واستكمال البنى التقنية وتشجيع الاستثمارات النوعية لضمان الاستفادة القصوى من مردود ذلك على اقتصادنا الوطني. نوهت معاليها ضمن كلماتها أمام المؤتمر الافتراضي البيانات مستقبل كل شيء في نسخته الثانية الاهتمام النيابي بالعمل على توفير بيئة تشريعية محفزة تهدف إلى تأصيل استخدام الذكاء الاصطناعي ليكون فاعلا من أجل صالح المجتمع. لقد أثبتت المرحلة الراهنة وما حملته من إرهاصات استثنائية خاصة في ظل الآثار التي تركتها جائحة كورونا أهمية الذكاء الاصطناعي والتطور التقني وتحليل البيانات في ضمان استمرارية العمل لكافة القطاعات وتسهيل ممارسات الحياة للمجتمع، حيث سجلت مملكة البحرين خطوات سباقة أزاء ذلك، مكنها من تحويل التحديات التي فرضتها الجائحة لفرص نجاح وجعلها في مقدمة الركب العالم في الابتكار والإبداع استناداً على عطاءات وطنية كفؤة قادها بحنكة واقتدار وحرفية عالية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.